فرنسا التي لطالما تغنت بالسلم يبدو أنها فقدت بوصلتها وغرقت في طوفان العنف الذي ضرب شوارعها، وبهيجان بلغت أمواجه مدرجات ملاعبها لتشملها من شمالها إلى جنوبها. فهرس أعمال الشغاب حمل في سطورها أحداثا كثيرة طلقت به جماهير الأندية الفرنسية منذ الجولة الأولى لدوريها الروح الرياضية بالثلاث، فتارة اقتحام للميدان وتارة قذف للألعاب النارية، ودائما لافتات حاضرة تحمل رسائل عنصرية تمييزية في حق اللاعبين الأجانب، خاصة الأفارقة منهم أصحاب البشرة السمراء، بشرة لا يرونها كذلك إلا في مباريات الدوري المحلي. أما عندما يتعلق الأمر بمنتخب الدياكا فلا لبس حتى على تتويج عالمي صنعته تركيبة إفريقية. الحديث عن العنف في الدوري المتراجع إلى المركز السادس في آخر تصنيف لليوفا لكبرى الدوريات الأوروبية يقود للغوص بتفاصيل أحداثه التي شاءت الأقدار أن يكون أحد أعرق الأندية الفرنسية أولمبيك مارسيليا، متغير ثابت فيها أحيانا بصفة فاعل كما يتهمونه، ومفعول به كما ظهر في لقاه الأخير أمام مستضيفه أولمبيك ليون الذي لم تلعب منه إلى 7 دقائق قبل أن ينهيه الحكم خوفا على سلامة اللاعبين بعد تلقي قائد لوام باي ديمتري لمقذوفة على رأسه أردته أرضا. ليون مارسيليا مارسيليانيس ودرب العداء التاريخي بين ليل ولانس ومواجهات أخرى كلها كان عنوانها الأبرز العنف يضرب فرنسا. كل هذا ولم يلعب سوى 14 لقاء من أصل 38 للدور الفرنسي، ليبقى العنف النار التي تهدد فرنسا، فهل ستنجح الأخيرة في إخمادها أم أن للجماهير كلام آخر تقوله؟